طوبي من الانتظار. انا هذا اللي قاعده راهو نشوف في راي الصحافه التونسيه من عرض كان موجود نهار الاحد في مسرح قرطاج. الحقيقه انا قريت وشفت انه 148 عنصر و11 مغني في عرض بهذه الضخامه في عرض ميد ان تونيزيا 100% تونسي. يعني نفرح برشا كما شفنا عطير وبعد في نسخته التونسيه اللي كان موجود في مسرح الحمامات منذ 60 سنه على نفس المسرح مع بن عياد. نشوفوا اليوم اوبرا كارمن يشاركوا فيها برشا ممثلين فنانين راقصين، يعني الفئات الكل نلقاوها باش تعطي عرض متميز. مش هذا رايي انا، خاطر انا الحقيقه ما كنتش موجوده لالتزامات اخرى وعروض اخرى كنت حاضره فيها، لكن رده فعل المتابعين والناس اللي حضرت وليزيكو اللي صاروا بعد العرض. هات خليني ما نطولش عليكم ونقول لكم اللي نستقبل ضيفي اللي معايا هيثم الحضيري. خلي هو يقدم روحه خاطر عنده دوبل كاسكيت الليله، وكان في العرض عنده دوبل كاسكيت، كان في اداء شخصيه ودور في هذا العرض اللي قلت ما شاء الله معناها وصلنا العالميه بمثل هذه العروض. انا كي نحكيو البارح في عرض رقصه سماء على الرحاب من مسرح الرحاب، وكان العدد الكبير نتاع المسرحيات مع الرحاب، وحتى في مسارح العالم رانا قادرين في تونس نعملوا معناها عروض بمقاييس عالميه. هيثم مرحبا بك. مرحبا بك، مرحبا بالساده المستمعين الكل، ميرسي على الاستضافه. مرحبا، نورت. ميرسي عايشكم نورت وجودكم، ومرة أخرى نشكر اللي حضروا معنا الكل في عرض قرطاج على حد، نشكرهم شكر كبير ياسر. كل العباد اللي حتى اللي ما لازمش يجي لكن شجعونا بالرسائل نتاعهم وبالترشيحهم وبالبارتاج نتاعهم، نشكر الناس الكل. بالطبيعة بالطبيعة باش نشكر الفريق اللي كنت من ضمنه، الفريق المتكامل بمعنى الكلمة، من إدارة، من طبعا إدارة مسرح الأوبرا، قطب الموسيقى والرقص، قطب الموسيقى والأوبرا، قطب الباليه والرقص، المعهد الإيطالي، المعهد الفرنسي اللي تدعمونا برشا في إنه وفروا لنا العازفين اليابسين، كذا الأربع عازفين اليابسين، ووفروا لنا الخبرات اللي جبناها من برا اللي عاونتنا في تأطير المشروع باش تقدمنا به اكثر، ربما المايسترو مدام نيكوليتا كونتي، مدام كارول ديما دو لوبيرا دو باري، ومدام بولين ساباتي، اللي هما هذوما ثلاثه قامات كبار برشا في العالم، جاو بالقوه واطرونا وعاونونا. والفريق نتاعنا كله تقنيين وعازفين ومنشدين وكورال طبعا، والمشرفين عليهم هذوما الكل، سي فيليب مخناش الاوركسترا، سي يوسف مسعودي مدير الاوركسترا، سي ياسر باقي مدير الكورال، وانا بصفتي مؤطر المنشدين الانتيرسيون سوليست مسؤول على الفورماسيون ديريكي سينيك، يعني التأطير الغنائي والروحي، الفورماسيون تاعي في مسرح الاوبرا. شكرا للناس الكل بالحق، معناها خدمة كانت يدي كل حاجة بالنسبة للعالمية، طموحنا بالنسبة للعالمية، ويظهر لي عندنا ما يكفي من القدرات البشرية وقادرين بالكفاءات اللي عندنا قادرين. هي الحكاية كلها كانت عزيمة راهي وحلمة حلمة بدت حلمة حد ما هو مصدقها من الأول، لكن قلنا الحق مدام نفسهم بالخوجة اللي هي شابوتي نحييوها الحقيقة حيوها تحية كبيرة برشا على شابوتي اللي طول الكل على توفي باش تهز المشروع القدام. انا يظهر لي اللي هذايا هو البدايه، هذايا فاز ديبي، بدينا نخدموا على مضي اشهر، عملنا زوز عروض في فيفري، زوز عروض في ماي، ما بيناتهم وقبلهم خدمه مستمره. لكن الاختلاف سامحني هيك مع المقاطعه، البارح المفاجاه اللي كانت انه تعرضت قبل الاوبرا باللغه الفرنسيه، باللغه الفرنسيه اللغه الاصليه، اي لكن البارح كنت بالعاميه بالتونسي. هذه الخرافه الكبيره، هي هذا التحدي الكبير، تحدي على كل المستويات، النص، تحدي طريقه اداء، طريقه الانشاد نتاعو اللي هو انشاد اوبرالي على لغه عربيه، مش لغه عربيه فصحى، لغه دارجه دارجه. حتى كي عملت انا بسلامو عملت تجارب توا نحمل لها ذكرى
التنهيدة هذيك تفسر كل شيء. أليمة على خاطر اليوم شفتنا اليوم طابعة كبيرة في الميدان الفني التونسي اللي هو سيونس كليجان الله يرحمه. الخبر كان عليها خبط عليها قاسي جدا لأنه علاقتي بها علاقة كبيرة وهو أول من خاض لي تجربة تاع الغناء الأوبراني بالعربية وعمل لي ثلاثة قصائد كبار يا قوم معروف الوصافي والبستان جلال الدين الرومي وغناية أسطى لبشير القهواجي الحبيب بالمناسبة. ف كانت هذيك أول تجربة قمت بها ووقتها كنت خايف برشا لأنه قلت له سيريس أوبرا وعربية قال لي كلمة عمري ما نسيها قال لي أنت الصوت اللي كنت ملوج عليها عندي برشا.